السلام عليكم، معكم ماوس محفوظ، تاجر مواد غذائيه بمدينه قرطيف. السي محفوظ، عندنا واحد السؤال لك بالنسبه للمنتجات. واش كاع المنتجات متوفره عندكم في المحل وما كاينش شي نقص في المواد الاساسيه بالضروره؟ كل شيء متوفر الحمد لله، السلعه كاع كاينه، الامور عاديه، الامور كما ديما عاديه. وبالنسبه لذاك الاكتظاظ اللي كان على المحل، يعني الناس واش مازال عندها ديك اللهفه على المواد الاساسيه ولا لا؟ لا مابقاش داك الامور، دابا عاديه، الناس كيجيو غير غير بواحد بواحد، والناس ولو مابقاش داك التاد كما كان دابا. وبالنسبه للتنظيم عندكم في المحل كيفاش كدير؟ لا دابا كندخلوش دابا، الناس برا دايرين الثور، والناس ولفوا بهذ القضيه دابا نتاع، وعاوا بهذ القضيه نتاع المرض اللي كاين دابا، يعني استوعبوه مابقاش كيدخل داك الاسعاف. واه شكرا. مسوي شي كلمة أخيرة تخلص تقول لها السكان اللي كتير بالنسبة تطمئنهم على المواد الأساسية؟ السلع كاينة موجودة، خير موجود، غير ما يطلعطوش، ما يديروش الزحام، ما يديروش، كل شيء موجود. وكونسي الناس مدينة قرسيف يدخلوا لديورهم هاد جوج سيمات اللي كاين دابا باش نتغلبوا على هذا المرض اللي كاين دابا في هذا العالم كله إن شاء الله. شكرا. يلا. شكرا. صافي كيلو عدس؟ شنو خصك؟ كاين 64 ديال الاسماعيل ديال كلامشه، هذا من الجزائر، وكاين جوج ديال الشعره، جوج ديال الشعره، واحد ديال الهلال، واحد ديال الهلال، باش ما يقعش. والله راني فهمت صافي، هادشي اللي كاين ياك. 4 كيلو 4 حبات كمانجه، 4 حبات كمانجه، لا لا لا، جوج ديال الشعره الصغار، هو مدلع بقية. زين، عندي 152 درهم. 152 درهم. هذه كاين صفر. 152 درهم من هنا. 152 درهم. خصك تجي مورا. السلام عليكم، أنا بائع متجول. بائع متجول في الاخر الاحوان التجاره، وكيقولوا هذا الفيروس عالمي، هذا بنادم خصو يدير الاحتياطات ديالو، ما يخرجش من دارو الا للضروره، الا اقتناء الحاجه الضروريه. وبالنسبه للسلعه موجوده الحمد لله، السلعه موجوده في الاسواق، في المتاجر، في كل شيء موجود الحمد لله السلعه، وهذا الشيء اللي كاين، وكنشكركم على هذا الشيء. ما يدخلوش الناس هنا. كاين الفينو ديالو كنشدو دابا ب 125، كنبيعو ب 120. فينو هذاك الفينو كاع هذاك السويد، هذا الكول هذا اللي كنشدوها ب 5 دراهم، الشكاره بحال 130 130 درهم، 135 هذا باش تجي البرد الثمن اللي عطانا هذاك 21، كيف عطانا 21 انا وياك؟ كيحسب 21 راه جا واحد مورا كيحسب يقل. اه انا صنت عليه، واحد صنت عليه قلت له ودي شوف ديك الساعه اللي ما تفرجي انت ما تفرجيش السنة اللي صافي يحسب ليه. كيديروا هما كيديروا سبيتي لا تضرب الا جبت 20 درهم ما عنديش الربح انا في الحوايج، انا خصني ثاني نجيب رقم. اذا حسبت شحال تبان تبان عيني نعطيك نعطيك دابا غادي ندوق. هذه عطاني هو، هذه جبت عليها جديد، هذا جديد حسب لي
السلام عليكم. كنشكروا قناه ديال زوم وحنا السلعه موجوده الحمد لله، كلشي موجود. حنا كان من العربيه، انا جاي من التوميات، وعندنا السلعه موجوده موفره، كلشي موجود، الناس مزيانين الحمد لله. المهم كلشي موجود، اللي عجبهم موجود، كنديو له حتى للدار. المهم بنادم كيبقى في داره والحمد لله، يعني السلعه موجوده، ما كان لا زياده لا والو. حنا اصحاب الحوانت كنديرهم حتى تما عندنا الحانوت، وكنبيعوا لهم المهم الثمن العادي الحمد لله. المهم المواطنين مزيان وكلشي جالس في داره والحمد لله، وهذا الشيء زوين كيفرح. وكنشكركم. ما عارفين كلشي، كل واحد عارف واعي وعارف شنو كاين. الوقايه النظافه ضروري، بنادم يغسل يدو ويعقم عاوتاني يدو مزيان، والحمد لله كلشي موجود وكلشي موفر. كنشكركم.